قلنا حناخذ مثال الآن، حنرسم سلسلة من المربعات. لاحظوا طلاب، احنا حنشرح الفكرة على المربع الأول. طبعا أول شيء احنا شنو عندنا، أما تكون صيغة السؤال أعطيكم الشكل وأنتوا ترسموه أو أعطيكم لبعض، فخلينا نشوف احنا نفهم الفكرة. لاحظوا المربع الأول، النقطة الأولى حتبدي من 100 100 إلى ايش قد النقطة الثانية؟ 150 150. تمام؟ يعني هاي حصل x1 y1، هاي النقطة الثانية x2 y2. المن بالنسبة للمربع الأول هذا. الآن حتى أرسم المربع الثاني إيش راح أسوي؟ هاي النقطة اللي هي x2 y2 بالنسبة للأول، إيش راح أصير بالنسبة للثاني؟ حصير x1 y1. أوكي؟ هاي حبدلها، يعني مثلا حنشوف البرنامج، حصير هاي حقول لل x1 حساوي x2 والy1 حساوي y2. ليش؟ حتى هاي ايش راح تصير؟ حصير كانما هاي النقطة الثانية اللي رسمنا بها الأول حصير نقطة أولى بالنسبة للمربع الثاني. أزيد ال x50 وأزيد ال y50 حتى ايش يعطيني؟ يعطيني هاي النقطة اللي بعدها اللي هي من هي 200 200. صارت عندي هاي 150 150 200 200. أرجع نفس الحالة حتى نعاد، حصير هاي ال x2 y2 بالنسبة للمربع الثاني، حصل x1 y1 بالنسبة للمربع الثالث، وأزيد 50 ال x وال y حتى يوصل شو ينطيني؟ حينطيني هذا البعد، هاي النقطة الأولى 200 200، النقطة الثانية 250 250، وهكذا إلى أرسم السلسلة اللي موجودة عندكم. نلاحظ الآن المثال أو البرنامج. أجي من السيت باك كلر، الخلفية حتكون بلون أزرق فاتح، السيت كلر بلون أحمر الحدود المربعات اللي حتنرسم لي. ثبتت النقطة الأولى x1 100، y1 100، x2 150، y2 150. الآن فور اي ايش قد عندي؟ من 1 لـ4، هي 4 مربعات داريد اني. الريكتانجل x1 y1 x2 y2. اوكي، رسم لي اول واحد. الآن لاحظوا ايش دا اسوي، اقول له x1 حساوي x2 والy1 حساوي y2. الفكرة اللي شرحناها قلنا حتى تاخذ النقطة الثانية من المربع الأول حصير النقطة الأولى المربع الثاني. أزيد الـ x2 50 والـ y2 50 وأستمر إلى أن أحصل على التنفيذ اللي أمامكم. حتطلع عندي سلسلة من المربعات بهذا الشكل. واضح طلابي؟ الآن حناخذ نستخدم طبعا نفس الريكتانجل اللي عايز ريكتانجل، بس لحظة الآن حنرسم مستطيل. أوكي، فنجي نشوف، نجي الريكتانجل 100 100. أوكي، هاي نقطة البداية، هاي طبعا شاشة التنفيذ طلابي، نجي ندخل البرنامج وننفذها حتطلع لكم هاي شاشة التنفيذ. 100 100 وينها؟ هاي النقطة. تمام، من أجي أرسم المستطيل أقدر أرسم مستطيل أفقي أو أرسم مستطيل عمودي. على شنو اعتمد؟ اعتمد على قيمة الاكس والواي، شلون حخليهم ياهو الاكبر، يعني الابعاد اللي حستخدمها. فهسه اجي اني نطيت النقطة 100 100، والنقطة الثانية لوين؟ 300 200، يعني هاي 100 100 وهاي 300 200. من هو الاكبر؟ الاكس اكبر، اذا معناه المستطيل شبي؟ معناه المستطيل باتجاه افقي، معنى المستطيل باتجاه أفقي. طلابي بس خلينا نرجع على هذا الشكل، خلينا إذا تبعنا النقاط يعني نقاط بشكل لاينات، هاي النقطة الأولى هي ايش قد حصير؟ 100 100. تمام، من حنتقل لهنا بس حتى تعرفون شو أنتم تحددون داخل بترجون ترسمون الريكتانجل. هاي النقطة 100 100. أوكي، من أجي هنا النقطة الثانية هاي ايش قد؟ 300 100. ليش؟ لان الاكس يزيد والواي ثابت. تمام، هسه راح انزل لهنا، ايش راح تصير عندي هاي النقطه؟ 300 200. اوكي، حارجع لهنا ايش قد تصير عندي النقطه؟ 100 200. يرجع يكمل 100 100. اذا عرفتي شلون حددت هاي النقطتين؟ النقطه الاولى اللي بديت منها 100 100، وهاي النقطه اللي تهمني اللي هي 300 200. اوكي، فطلع عندي مستطيل افقي. الآن راح ناخذ مثال آخر. لاحظوا، أرجع بس على عازل الريكتانجل، حيصير عندكم 100 100. أوكي، هاي النقطة منها 200 300. هسه منو الأكبر؟ الواي. إذا حيكون شكل المستطيل حيكون مستطيل أفقي.
ليش؟ لأن قيمة الواي أكبر، عفوا حيكون مستطيل عمودي، آسفة، حيكون مستطيل عمودي. هسه واضح؟ قلنا حيصير عندي مستطيل عمودي. الآن حناخذ إعاز جديد اللي هو شلون أرسم مستطيل أو مربع باستخدام إعاز بار. بار شي يسوي لي؟ الصيغة العامة مالته شني؟ اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2. هذا الإعاز يقوم برسم مستطيل أو مربع يكون مملوء بلون واحد. اللون اللي حيكون مملوء به هو شنو؟ هو اللون الأبيض. إذن البار هو إعاز يستخدم لرسم مستطيل أو مربع. هسه احنا عرفنا أني أقدر أحصل على مستطيل أو مربع شلون؟ من خلال التغيير أو أتحكم بالأبعاد، الشكل اللي أنا دارسنا متساوي مربع، مختلف مستطيل. قيمة X أكبر حيكون مستطيل أفقي، قيمة Y أكبر مستطيل عمودي. أوكي، الفكرة صارت واضحة بالنسبة لكم. فإذا صيغة البار X1 Y1 أيضا حتكون عندي نقطة البداية، واللي خلينا نقول هاي البداية والنقطة الثانية، النقطة الأولى والنقطة الثانية. ناخذ مثال عليه، نشوف الصيغة اللي لاحظوا إنها وين أجي أني رأسا حجي على البار. أوكي، فبار مية مية، ميتين ميتين، بار مية مية، ميتين ميتين. نشوف نتيجة التنفيذ، حيكون عندي مربع مملوء باللون الأبيض. ليش؟ يعني هسه صار عندكم انه من اجي استخدم الريكتانجل، يعاز الريكتانجل حيرسم لي مستطيل او مربع حدوده ملونه باللون اللي انا اختاره. اوكي، لكن البار حيرسم لي مربع او مستطيل مملوء بلون معين، اللون الابيض. واضح؟ الان يعاز الاخر هو البار 3D، حرسم بيه شنو؟ حرسم بيه مكعب. البار 3D حيرسم لي مكعب. لاحظوا الصيغة، بار 3D X1 Y1 X2 Y2 depth العمق، يعني هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية هاي وين داحكي هنا، هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية للوجه المربع اللي أمامي من المكعب. واضح؟ هسه هاي ال X1 Y1 X2 Y2 depth هي مني؟ هي العمق، العمق للشكل اللي دا اتعامل وياه. ايش قد اريد عمقه؟ وعندي واحد او صفر، بقى خليت لكم هنا او اور، مو تكتبون اثنينهم، اما تخلون رقم واحد او تخلون رقم صفر. اوكي، هسه نجي ناخذ المثال